درسنا احنا كفان توسطه وخلصنا. انا اتجهت للشرقيه فقلت افضل شيء نروح للشرقيه، لكن اول ما سافرنا رحنا للطائف، سافرنا على مرسيدس كان محمل تحت غنم واحنا في الصفه راكبين فوق. طبعا الغماره هذه ركبوا فيها كبار سن واحنا ركبنا فوق ارخص حتى وصلنا الطائف، ثم اتجهنا للدمام واشتغلت بشكل مؤقت في تخليص جمركي في الميناء، وجدت وظيفة أفضل في كلية البترول والمعادن قبل أن تصبح جامعة. فاشتغلت في جامعة بترول بوظيفة مشرف أمن، يعني مسؤول عن أمن الجامعة خلال 8 ساعات. أعطوني سيارة قالوا عندك رخصة نوظفك، اضطريت أروح أتعلم سياقة عشان أحصل على رخصة. وأنا فضلت الوظيفة هذه حتى أتمكن من الدراسة في النهار، أشتغل في الليل وأمسك نوبة زميلي في الثاني على أساس أدرس في الثانوية في الخبر، ثانوية الخبر. ديك الأيام كانت البلديات بدأوا يدفنون في البحر. طيب أنا ما عندي لا رخصة خصوصي، فرحت لناس من الجماعة يشتغلون يعطونهم في السوق القلاب 4000 ريال. فتعلمت معاهم وخدت رخصة عمومي. وأذكر أن في شركة اسمها المهوس كان يدفن في الدمام في شاطي اسمه الشاطي، حي الشاطي أظن أوبروي، أو غيروا اسمه إلى فندق ثاني. هذا الفندق كنت من دفانته بالسيارة في الليل حتى أوفر فلوس للزواج وأستطيع أخذ الوالدة. درسنا يمكن شهر أو شهرين في النهار، لكن اصطدمنا بعيال التجار في الخبر. كيف؟ احنا نجي سهرانين ونجي نبغى نتعلم، لكن الاخوان هنا مبسوطين واللي جاي على سياره واللي كذا، وظروفهم الماليه تختلف عنا. احنا بدو بكراتيننا نريد ان نتعلم ونريد ان نشق طريقنا، لكن الاخوان يضيعوا علينا الحصص بالهزل وبالنكت. وجدت انه بالذات انا وجدت انه ما معي مخرج، انا بسهر عشان اتعلم، لكن هنا ما شاء الله شباب مبسوطين. اضطريت أترك الدراسة في النهار وأواصل في العمل، وحول دراستي إلى منازل.